السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام، واستذكارا لعيد الغدير الأغر وتثبيتا لأهمية هذه المناسبة، تصدي الإطار التنسيقي لإقامة حفل رسمي كبير بحضور كثير من الشخصيات السياسية والدينية اللي ذوبت بحضورها كل العناوين من أجل هدف أسمى وغاية عظيمة، هي الانتهال من نهج سيد البلغاء والمتكلمين ومحاولة تطبيق عدالة نهجه في حكم الرعية من خلال التصدي للمسؤولية واستلام دفة الحكم بعيدا عن التفرقة بين هذه الشريحة أو تلك وهنا أو هذا المكون وذاك. فاتباع النهج الحق راح يثبت قواعد الحكم الصحيح، وجاءت الخطابات الرسمية بهذا المنوال اللي بحث عن الاقتداء بالإمام علي عليه السلام وتنفيذ جزء من عدالته. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فقد أعادت الجاسوسة الإسرائيلية اللي دخلت العراق بثوب باحثة للحديث مجددا عن الاختراق الأمني في البلاد. فالعراق دائما كان هدفا مركزيا لمؤامرات إسرائيل وعدوانها وتجسسها، خوفا من صيرورته قوة عربية كبرى تهدد بقائها في المنطقة. وأمام هذه المعطيات اللي تشي بالخطر، يتحتم على أجهزة الأمن العراقية أن تعيد ترتيب أوراقها وتحكم قبضتها الاستخبارية بما يرفع عن البلاد والمنطقة مؤشرات التغلغل، خاصة وأنه اتخذ أشكالا وأنماطا مختلفة، منها ما هو سياسي أو ثقافي. في حصادنا لهذه الليلة راح نفتح هذين الملفين وناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بعيدا عن نزاعات السياسة، ترابط كبير وحضور أكبر شهده مؤتمر الغدير الذي كان برعاية الإطار التنسيقي ودعوة منه كمبادر لتوحيد الصف أولا، ومن ثم الأخذ من منهاج الإمام علي عليه السلام في التصدي للحكم والمسؤولية ثانيا. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نتابع التقرير الآتي. لأول مرة على مستوى العراق حضور رسمي كبير سياسية ودينية وكذلك الرئاسات الثلاث، عقد مؤتمر عيد الغدير الأغر الذي أقامه الإطار التنسيقي للتعريف بأهمية هذه المناسبة والحث للسير على خطى أمير الإنسانية من خلال ممارسة العمل الحكومي في كل مفاصل الدولة والدعوة إلى تطبيق ما يمكن من نهج العدالة. أقام الإطار التنسيقي هذا اليوم هذا الحفل ابتهاجا بذكرى عيد الغدير الأخر ومشاركة الرئاسات الأربعة، وبالكلمات والقصائد التي استمعنا إليها هو في خلاصته تذكير بمنهج المولى أمير المؤمنين عليه السلام في الحكم وإدارة الدولة، واستذكار عهد الإمام المالك الأشتر الذي تحدث به السيد رئيس الوزراء. هي خطوات عملية وهي وصية لنا ولكل المتصدين للمسؤولية أن يكون منهج أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا في التعامل مع الشعب وفي وجميع طبقاته. احتفال اليوم احتفال تاريخي حقيقي ومبادرة من الإطار التنسيقي، وإن شاء الله ستكون هذه المناسبة تحيا سنويا. الاحتفاء بذكرى عيد أمير الإنسانية شهد حضورا كبيرا من مختلف الديانات والمكونات، جاء ذلك منسجما مع ما تدعو إليه الحكومة بعدم التفريق بين حقوق شرائح المجتمع داخل إطار الدولة الواحدة، الأمر الذي رحب فيه الحضور. ومن جانب آخر، كانت الدعوات تتمثل بتشريع يوم الغدير ضمن المناسبات الدينية الرسمية إنصافا للمكون الشيعي في هذا اليوم. نبارك هذا المحفل الذي أقامه الإطار التنسيقي الشيعي وبرعاية الأخوة في المجلس الأعلى، وحقيقة كان هناك حضور رئاسي لأول مرة تذكر هذه المناسبة وهو عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، بمحفل حكومي. وأعتقد هناك تشريع سوف يكون ويخصص لعيد الغدير الأغر. خطابات الزعماء السياسيين تمثلت بتوحيد الصفوف بعيدا عن النزاعات التي تشق الصف الواحد، وتوحيد الكلمة للوقوف بوجه المتربصين بأمن البلد واستقراره. والدعوات كانت واضحة للعمل بالجدية والاحتذاء بشخصية الإمام علي وتطبيق منهاجه الذي يرتقي بالعوالم الإنسانية. نهى الشمري، الأيام.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين السيد النائب معين الكاظمي عضو اللجنة المالية النيابية يحدثنا عبر الأقمار الاصطناعية من بغداد، حياكم الله أستاذ معين، وكذلك ضيفا كريما في الأستوديو الدكتور عائد الهلالي السياسي المستقل، حياكم الله ضيوفا كرام. سيادة النائب، نتحدث عن هذا الاحتفال الكبير اليوم الذي أقامه الإطار التنسيقي بمناسبة يوم الغدير الأغر عيد الله الأكبر، ما هي وشائج الربط بين عيد الغدير والحركة السياسية في العراق؟ سيادة النائب، الصوت ما يوصلنا بشكل صحيح بينما يتم إصلاح الصوت، تسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور عائد الهلالي السياسي المستقل، حياك الله دكتور عائد، ونتحدث عن عيد الغدير الأغر والكلمات أشارت وأشادت كثيرا واقتبست من وصية الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر على اعتبارها منهاج لعمل المسؤول والحاكم، كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ أحمد وللحاج معين والقناة الموقرة والمشاهدين الكريم الأكارم، أحب أن أبارك للشعب العراقي والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بهذه المناسبة العطرة، عادها الله علينا وعليكم باليمن والبركات. بكل تأكيد هي مبادرة كانت تستحق الثناء من قبل الأخوة في القادة في الإطار التنسيقي عندما أعلنوا عن احتفالية كبرى اليوم في بغداد، احتضنتها العاصمة بغداد لمناسبة عيد الغدير الأغر، وهي حقيقة أقل واجب ممكن أن نقدمه إلى إمامنا الإمام علي عليه السلام، إمام الإنسانية، إمام العدل، إمام الإنصاف، إمام الإدارة، إمام القيادة، إمام المثل والقيم العليا. فبكل تأكيد عندما نريد أن نتحدث عن شخصية إمامنا الهمام لا يجب أن نتحدث فقط عن عدالة علي وشجاعة علي وفروسية علي، على اعتبار أن الكتب والعلماء والباحثين قد تناولوا هذا الموضوع بشكل كبير جدا ولم يوفوا جزء بسيط جدا من ما تمتلك هذه الشخصية العظيمة. عندما يتحدث جورج جرداق عن الإمام علي في كتاب علي صوت العدالة الإنسانية، وهو يعتبر من أفضل الكتب التي كتبت عن الإمام علي، وهو الرجل أيضا لم ينصف الإمام علي على اعتبار أنه زوايا كثيرة جدا لم تتناول هذه الشخصية، يعني من حياة هذه الشخصية. فبكل تأكيد هذه المبادرة تحسب للأخوة في الإطار التنسيق وقائد الإطار التنسيق، على اعتبار أنه المكون الأكبر هو المكون الشيعي، وعلي بن أبي طالب نعم هو يمثل الإنسانية جمعاء، لكن بالمحصلة النهائية هو إمام الشيعة، وهذا ما هو مسلم به. على أي حال اليوم نريد أن نتحدث عن زاوية أخرى، هو أنه الإمام علي عندما نريد أن نحتفل بالإمام علي نريد أن نقول لماذا اختار الإمام علي العراق ليكون عاصمة للدولة الإسلامية، وهذا سر الأسرار وهذا الكنز الدفين الذي لم يتطرق له أي أحد لحد الآن، ولم تتناوله أي من البحوث والكتب فيما يخص أنه لماذا تم واختيار العراق عاصمة للدولة الإسلامية. فإذا أردنا أيضا أن نتحدث عن عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله عليه، هو اختزل بأربع نقاط عندما قال عليك بجهاد عدوها وجباية خراجها وإعمار بلادها واستصلاح أهلها وإعمار بلادها. شوف هذا المنهاج العظيم اللي لخص الإمام علي بأربع نقاط غير اللي اتحدث عنه في العهد الكبير، والذي يعتبر منهاج عمل لأي دولة تريد أن تسير بالطريق الصحيح وأن تريد أن تقوم عملها عليها أن تسير بهذا النهج. فبالتالي طيب. اليوم عملية جباية خراجها، أنه لا توجد أي دولة في الكون ولا توجد أي تجربة ولا يوجد أي مشروع في هذا الكون يكتب له النجاح إذا لم يكن هنالك دراسة وإدارة مالية حقيقية. وكذلك جهاد عدوها، أنه تبني المؤسسات الأمنية، وإحنا شفنا كما تحدث تقريبا قبل قليل أن هنالك خرق أمني كبير جدا عن وجود إسرائيلية صهيونية في العراق، وقد دخلت إلى أماكن حساسة ومهمة جدا، لا بل أنها ذهبت إلى النجف ودخلت إلى بيوت النجف الكبار. هذا جانب. الجانب الآخر استصلاح أهلها، وهذا هو المهم، أنه عملية استصلاح الأهل، أي أنه كيف ممكن أن تبني دولة، كيف ممكن أن تبني المؤسسات التي تعمل على صناعة الإنسان القادر على أن يتفاعل مع حكومته، وبالتالي يستطيع أن يؤسس إلى دولة قائمة على ركائز طيب. متينة وأسس صلبة لا تستطيع أي رياح. هذه الركائز اللي مطلوب من النظام السياسي أن يثبتها، دعني أعود إلى السيد النائب معين الكاظمي،
حياك الله مجددا استاذ معين، ونتحدث عن هذه الركائز والوشائج بين عيد الغدير والنظام السياسي في العراق. كنت تتفضل حضرتك ولكن الصوت لم يصل، ان شاء الله يكون هالمره واصل. بسم الله الرحمن الرحيم، مره اخرى احييكم واحيي ضيفك الكريم ومشاهديكم الاعزاء، وابارك للشعب العراقي والامه الاسلاميه عيد الغدير الاغار. طبعا مع حتى بطاقه الدعوه التي وزعت لدعوة الحضور لاحتفال اليوم، أشار مع انطلاق عمل حكومة الخدمة الوطنية التي يتبناها الإطار التنسيقي، يتم الاحتفاء بذكرى الغدير للاقتداء بأمير المؤمنين، وهذا الشيء المهم والأساسي التي ركزت عليه الكلمات، وخصوصا كلمة رئيس الوزراء كانت كلمة مفصلة وهادفة. وسر نجاح عملنا في هذه المرحلة هو الاقتداء بهذه الشخصية العظيمة، باعتبار أن الغدير هو قضية الحكم والخلافة، ولا بد للمكون الأكبر للشعب العراقي أن يعبر عن مشاعره وعن عقيدته بشكل طبيعي. لذلك الإطار التنسيقي اليوم هو يعتبر الممثل الأساسي للمكون الأكبر للشعب العراقي، ولذلك كان حقا على الإطار التنسيقي أن يبادر هذه المبادرة ليبرز ذكرى عيد الغدير للاحتفاء بها، وفي نفس الوقت للسير على منهج أمير المؤمنين، علما أن قضية الغدير وأمير المؤمنين عليه السلام هو مورد اتفاق كافة أطياف الشعب العراقي. لذلك كانت الاستجابة الجميلة التي رأيناها في احتفال اليوم من كل الأطياف والقوميات الذين حضروا تعبيرا عن اتفاق المسلمين على شخصية أمير المؤمنين. لذلك كانت رسالة هذا الاحتفال العنوان الرسمي والحكومي لأول مرة بعد 20 عام من تجربة ما بعد نظام الطاغية صدام، يعتبر انتقالة مهمة، ونأمل أن يكون هذا الاحتفال سنة سنوية تقام بهذا العنوان الرسمي، والهدف الأساسي هو التذكير بأهمية الاقتداء بسيرة أمير المؤمنين وعهده لمالك الأشتر عليه السلام، الذي يتطرق إلى واجبات الحاكم ومسؤولية المحكوم وما هي واجبات الرعية والراعي، وهذا ما يجب أن يطبق ويؤخذ بنظر الاعتبار لكل مسؤول، سواء في القوى التنفيذية أو في القوى التشريعية وهكذا في القوى القضائية. لابد من الاقتداء بسيرة علي عليه السلام، ونحن مع بداية جديدة، مع انطلاقة جديدة لعمل حكومة الخدمة الوطنية، وبعد المصادقة على موازنة مهمة لعام 23 24 و25، لابد من العمل بجد بهذا الاتجاه، وبذلك يمكن للإطار التنسيقي أن يعيد الثقة لجماهيره ولمرجعيته كذلك في النجف الأشرف بالسير الحقيقي والتنفيذ الحقيقي لمنهج أمير المؤمنين عليه السلام. طيب دكتور عائد، يعني يتحدث السيد معين الكاظمي عن هذه الأطر، وأيضا نتساءل هنا لما تقام الاحتفالية تحت شعار إطارنا قوة وغديرنا منهج، كيف يمكن تفكيك المعاني وترجمة هذا المنهاج وفقا لما أشرت إليه حضرتك وأشار إليه السيد الكاظمي؟ بكل تأكيد هذا الحضور الجماهيري وهذا الحضور النوعي على مستوى قيادة الإطار التنسيقي وقيادة الدولة العراقية يدلل على أنه الإطار التنسيقي فعلا مكون قوي جدا، بغض النظر عن الحديث الذي كان في متناول الجميع في الأيام الماضية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية ووسائل الإعلام التي تتحدث عن أنه هنالك حالة من التفكك داخل الإطار التنسيقي، وأن الإطار التنسيقي غير قادر على المضي بحكومة محمد الشيع السوداني وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير العراقية التي تتوق إلى أن يكون هنالك تغيير حقيقي ملموس على أرض الواقع في المجالات الكثيرة جدا. ف
فبالتالي قوة الإطار وقوة حكومة محمد الشياع السوداني تأتي من هذا التلاحم ما بين الفريق الحكومي والمكون الداعم المكون الكبير. وقد شاهدنا في الأيام الماضية أن هنالك مشاريع عملاقة قد أطلقت بشكل كبير جدا نال استحسان ورضا الشارع العراقي، وأن هنالك برامج ومشاريع تنموية استراتيجية. هذه المشاريع والبرامج من الممكن أن تؤسس إلى إيجاد ملايين فرص العمل المستقبلية وإلى عائد مالي كبير جدا من خلال الاستثمار الكبير لأموال أجنبية بالعراق بالمشاريع التي طرحتها حكومة السيد محمد الشياع السوداني. هذا من جانب. الجانب الآخر بكل تأكيد عندما يتخلى الإنسان عن أنانيته ويتخلى عن امتيازاته وخصوصا القائد لصالح الرعية ولصالح الشعب، فإنه بالتأكيد سوف يقدم إنجاز يكون يعني كبير ورائع جدا، وبالتالي هو يمتثل ويقتدي بإمامه الإمام علي بن أبي طالب. فبالتأكيد أنه منهجنا اللي إن شاء الله تسير عليه حكومة السيد محمد الشياع السوداني ومن يقف خلف هذه الحكومة هو حقيقة ينهل من عطاء وينهل من هذا المعين الكبير جدا اللي هو علي بن أبي طالب، شخص الذي احتارت فيه عقول البشرية. أينما تريد أن تبحث عن أي موضوع فإنك تجد أن المتصدي والقائد في هذا الموضوع هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب في اللغة، علي بن أبي طالب في الإدارة، علي بن أبي طالب في القيادة، علي بن أبي طالب في العسكر، علي بن أبي طالب في كل شيء موجود علي بن أبي طالب، وهو الأول وهو المتصدر. وهو إذن لماذا لا ننهل من هذه الشخصية العظيمة ونحن بكل تكويناتنا ننتمي إلى هذه الشخصية؟ فعملية أنه القائد الشيعي اليوم عندما ينهل من فكر الإمام علي فإنه يرسل رسالة إلى الإنسانية جمعاء أنه علي بن أبي طالب لا زال موجودا من خلال أبنائه، ولا زال موجودا من خلال الشيعي القائد الشيعي الذي يحاول أن يتجرب من كل شيء من أجل إرسال رسالة إيجابية أن الشيعة قادة وبنات، وأن الشيعة أصحاب رسالة إنسانية، وأن الهدف الأساسي في قيادتنا هو لتثبيت حقيقة المثل العليا، وليس أنه كما يقال أننا باحثين عن أمور دنيوية أو باحثين عن مكتسبات ومغانم. فهذا بكل تأكيد هو ترجمة للشعار الذي رفعه الأخوة اليوم في المؤتمر، وكان مؤتمر على مستوى عالي. شفنا الكلمات المؤثرة لدورة رئيس الوزراء، فخامة رئيس الجمهورية، السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى حقيقة فائق زيدان، وشفنا أمور كثيرة جدا حقيقة تبشر بخير. وأعتقد أنه وكما اتفق الجميع على أنه سوف يكون هنالك تشريع لتثبيت عيد الغدير كأحد المناسبات للدولة العراقية، وهو أقل شيء نقدمه لإمامنا الإمام علي بن أبي طالب. طيب. أستاذ معين، يعني لما تكون هي هذه المناسبة وهذا الشعار يستثمر لخدمة المشروع السياسي، بما أن الحكومة حضرتك تحدثت عن أن كلمة رئيس الحكومة ومضامينها واللي هي موازنة لثلاث سنوات وبدأ المواطن يتلمس هذه الخدمات، أيضا لا ننسى الجانب الآخر من العملية السياسية وهي ما تسعى إليه الكتل السياسية الآن من انتخابات مجالس المحافظات والإطار التنسيق. اليوم هذا التماسك وهذا النجاح اللي حققه في الحكومة الحالية، هل سينتج عنا نجاح آخر في مجالس المحافظات؟ طبعا الشيء المهم والأساسي في هذا الاحتفال وهذا النجاح الحاصل هو كذلك رسالة للآخرين، لشركائنا في ائتلاف إدارة الدولة، أن الإطار التنسيقي جاد في السير بمنهج علي عليه السلام، وهذا ما يجب أن يتضامن عليه الزعامات وقيادات الإطار التنسيقي من خلال اعتقادهم الراسخ ومن خلال تبنيهم لهذا المنهج الوضاء. وتكون هذه الرسالة لشركائنا من المكونات الأخرى في ائتلاف إدارة الدولة وغيرها بأننا جادون في إنجاح عمل الحكومة للمرحلة القادمة، وهكذا عمل الحكومات المحلية
التي تلخصت الآن بشخص المحافظ لعدم وجود مجالس محافظات، ولا بد من إكمال وضع الحكومات المحلية من خلال إجراء الانتخابات في كانون الأول القادم لتشكيل مجالس محافظات فاعلة منتخبة من قبل أهالي المحافظات. والإطار التنسيقي الآن مطالب بأن يأخذ دوره لمسك زمام الأمور لتصحيح المسيرة وخدمة هذه المحافظات. مع وجود تخصيصات مالية جيدة يمكن من خلالها النهوض بالواقع الخدمي وفي مختلف المجالات الصحية والتربوية والبنية التحتية وغيرها. لذلك ما مطلوب اليوم هو خدمة أبناء الشعب العراقي الذي يعتبر هو من أهم أهداف الحاكم الذي حدده أمير المؤمنين عليه السلام بعهده لمالك الأشتر. فلا بد من الاهتمام بهذا الجانب واعتبار الانتخابات القادمة قضية مقدسة. لا بد من العمل ليكون هناك إيصال أشخاص كفؤين لديه يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والقدرة والإخلاص للعمل لتكون هذه المجالس وهي حكومات محلية مختصرة، باعتبار أن عدد المقاعد تم اختصارها مثل النجف عدد أعضاء 13، عدد أعضاء مجلس المحافظة ليس كما في السابق كان يصل إلى 28 و30، وهكذا المحافظات الأخرى. فلا بد من الاستعداد للانتخابات القادمة وإعطاء الدور الأساسي لأبناء شعبنا في الاختيار الصحيح، ويكون بذلك النجاح في إدارة التجربة. اليوم العراق هو أمام مرأى الجميع، واستهدف طيلة 20 عام الماضية. الآن الظروف مآتية بالرغم من التحديات، وأن تكون ذكرى الغدير عاملا لوحدة أتباع أهل البيت في العراق مهما كانت مشاربهم وتياراتهم وتوجهاتهم، ليكون الاعتصام بهذا الحبل المتين، ويكون هدفنا هو بناء هذا البلد على أساس صحيح، وعقيدتنا بأننا يجب أن نسلم هذه الأمانة لصاحبها. فكلنا نعتقد بأن أمير المؤمنين اختار العراق لحكمة كبيرة، واختار كذلك الإمام 12 سيختار العراق كعاصمة. فلا بد لقادة الإطار التنسيقي أن يحملوا هذه العقيدة وهذه الأفكار ويعملوا من أجلها، وبذلك يمكن أن نجعل الآخرين شركائنا أن يعملوا بهذه الطريقة بعيدا عن اعتبار السلطة هي غنيمة، ويحاولون وظهرت آثار هذه الأخطاء الكبيرة في إحدى المحافظات بشكل واضح، بأن هناك من يفكر بأن شراكته ضمن الحكومة هو لغرض الاستفادة المصلحية فقط وليس لنجاح التجربة والخدمة الحقيقية لأبناء الشعب العراقي. طيب دكتور عاد، يعني لأي درجة القيم الحقيقية التي تركها أمير المؤمنين عليه السلام لخدمة الناس، وكيف نربطها بالتطمينات التي يتفضل بها الأستاذ معين الكاظمي لشركاء العملية السياسية في تحالف الدولة أو في بقية الكتل حتى خارج العملية السياسية الآن؟ نعم أستاذ أحمد، حقيقة احنا تحدثنا أن شخصية الإمام علي لا تختزل بجانب معين، كل الجوانب إن أردنا دراستها فلا بد لنا من أن نذهب إلى علي بن أبي طالب وماذا تحدث الإمام علي بهذا الخصوص. فالمنهى العظيم وكبير جدا وفيه موارد كثيرة جدا من الممكن، إذا أردنا أن نقلب صفحات أو ورقات العهد الذي كتبه رضوان الله سلام الله عليه إلى مالك رضوان الله عليه، فنجد أن هنالك منهاج عمل حكومي رائع جدا فيه تفصيلات كثيرة جدا. وأعتقد أنه في بدايته التي يتحدث فيها يقول: واستشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم والطف بهم، ولا تكن عليهم سبع أنظار تستغنم أكلهم، إنهم صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
حسب ما وصلنا حقيقة وسمعنا به بشكل كبير جدا أنه الأمين العام للمتحدة بان كي مون في وقتها، وأعتقد أنه أحد الأمناء العامين للأمم المتحدة في أحد الفترات عملوا كما يتحدث بان كي مون بشكل كبير جدا، وقد وضعوا هذا الموضوع على أحد جدران الأمم المتحدة. هذه الحكمة الكبيرة جدا التي هي من الممكن إذا فككناها نجد أنه فيها الكثير من الدروس والعبر التي تؤسس إلى شراكات حقيقية ما بين القائد والجماهير والطرق والمساحات التي يتحرك فيها كل من القائد والجماهير. فهذا المعين الكبير، هذا المعين الذي لا ينضب إلى آخر الزمان حقيقة، وعندما يأتي إمامنا القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فإنه سوف يقوم أو يسير بذات الخطى التي سار عليه جده الإمام علي عليه السلام. فبكل تأكيد اليوم إحنا إذا نريد نتناول شخصية الإمام علي أو نريد أن ننهل أو حقيقة نخترف من هذا البحر الكبير من المعارف والعلوم والكنوز الكبيرة، من الممكن أن نؤسس إلى دولة مثالية حقيقية تقوم على أساس أنه هنالك علاقة متينة ما بين القائد والجمهور. هذا من جانب. الجانب الآخر أن الشركاء السياسيين عندما يجدون وخصوصا داخل البلد الواحد اللي هو داخل الدولة العراقية، عندما يجدون أنه قادة المكون الأكبر الذين هم حقيقة أبناء وامتداد لحكومة علي بن أبي طالب وتاريخ علي بن أبي طالب وفكر علي بن أبي طالب يعملون بهذا المنهاج، فسوف يكونوا مضطرين إلى أن يتعشقوا وأن يتفاعلوا على اعتبار أنه هذه القيم قيم سامية لا يمكن أن نختزلها بمكان معين أو بتوقيت معين. فالرسائل كثيرة جدا في شخصية الإمام علي ومنهاج الإمام علي وفكر الإمام علي العظيم اللي ما نقدر نختزل اليوم بحلقة أو بمحور أو بأي موضوع، لكن نقف إجلال واحترام إلى أخوتنا وقيادتنا في الإطار التنسيقي اللي حقيقة اليوم وضعوا الأصبع على الجرح بشكل كبير جدا، وأشروا أن هنالك خطأ كان قد ارتكب في الماضي أننا لم نولي هذه المناسبة اهتماما كافيا واهتماما كبيرا يليق بصاحب المناسبة. فأعتقد من الآن فصاعدا سوف يكون هنالك اهتمام خاص بيوم الغدير وبيعة الغدير، وأنه علي بن أبي طالب هو رجل الإنسانية، فارس الإنسانية، بطل الإنسانية، كل ما تريد أن تتحدث فهو قليل بحق الإمام علي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل هلالي السياسي المستقل، ضيفا كريما في الأستوديو، وحدثتنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ معين الكاظمي عضو اللجنة المالية النيابية. شكرا جزيلا ضيوفا كرام انضممتم معنا، ونتواصل وياكم أحبتنا الكرام بعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحباب، بهذا الملف ورحب بضيفي الكريمين في الأستوديو الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات، حياكم الله دكتور، وكذلك رحب بالأستاذ نبيل العزاوي المحلل السياسي. أبدأ مع حضرتك دكتور هاشم، نتحدث عن إعلان الحكومة الإسرائيلية خبر اختفاء الباحثة إليزابيث تسوركوف كما سمتها بعد صمت طويل امتد لأشهر عدة، ماذا يشير أو ماذا يثير من تساؤلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ أحمد، تحية إلى ضيفكم الكريم أستاذ نبيل وإلى مشاهديكم وملاكاتكم. لعل الإعلان من قبل مكتب نتنياهو عن ما أسماه اختطاف أو اختفاء مواطنة إسرائيلية كما أسماها يهودية يشير إلى أن هذا الارتباط الذي كان يشار له من قبل أوساط خاصة بوجود أعمال تجسسية إسرائيلية في العراق، وهذه الأعمال التجسسية تأخذ أوجه عدة سواء كان على شكل
منظمات مجتمع مدني أو على مستوى شخصيات إعلامية أو شخصيات تقدم نفسها على أنها تعمل في البحث العلمي. وفيما يختص بهذه الشخصية التي طرحت من قبل الكيان الإسرائيلي على أنها مواطنة إسرائيلية، واضح جداً أنه الأمر كان تحت غطاء البحث العلمي وإعداد رسالة الدكتوراه بالارتباط بجامعات أمريكية، على اعتبار أن الجنسية التي دخلت بها هذه المختطفة أو الأسيرة أو ما شئت تسميها هي أو الجاسوسة هي جنسية روسية. وهذا لعله هو إعلان وتأكيد لما كان يطرح من شكوك وأيضا من تحذيرات بضرورة مراقبة العمل التجسسي الإسرائيلي في العراق بصورة كاملة، وأيضا ما يلحق هذا الأمر من إضرار. ونحن نتذكر في عام 2019 كان هنالك أكثر من ضربة وجهت إلى القوات الأمنية العراقية إلى مقرات الحشد الشعبي بطائرات إسرائيلية، على اعتبار أنه لم يكن هنالك إشارة إلى أي عدو خارجي باستثناء الكيان الإسرائيلي، وأيضا باعتبار أن الأمريكان هم الذين يمتلكون التحكم بالجو وبالمعلومات لم يقدموا إشارة لهذا الأمر، وكانت هنالك إشارات إسرائيلية. الأمر الآخر الذي هو أيضا أنه النشاط التجسسي الإسرائيلي ينشط في مكانات عدة. نعم دكتور، إذا أسمح لنناقشها يعني واحدة واحدة الأمور اللي طرحتها. خلينا ننتقل إلى الأستاذ نبيل العزاء. أستاذ نبيل، يثير الدكتور الكندي عدة تساؤلات ويطرح بعض الإجابات، ونتحدث هنا عن إدعاء حكومة الاحتلال أن إليزابيث تتواجد في العراق لأغراض بحثية ميدانية. هل يفصح أن النشاط هذا الموضوع يفصح أن النشاط الاستخباري في العراق تعدى مرحلة التجسس الأمني وأخذ بأبعاد الثقافة والأنشطة البحثية والاجتماعية؟ شكرا جزيلا للاستضافة، وتحية لحضرتك وإلى دكتور هاشم وإلى كل مشاهديكم الكرام. حياكم. بما لا يقبل الشك أن نحن بعد 2003 إلى يومنا هذا لم نكشف أو لم نزدل أمر معين عن أي قضية تجسس حصلت. لدينا الكثير يعني من الأجهزة الأمنية المتمرسة والتي عملت عملا يعني حقيقة يثنى عليه، ولكن هذه المرة يعني اليوم حينما نقرأ ونسمع أن بني نتنياهو يقول بأنها باحثة، هذه المرة قرأت على تغريداتها، طبعا آلاف التغريدات عليها، هي تهاجم ليست فقط يعني دولة معينة، هاجمت سوريا، هاجمت تركيا، هاجمت حتى موسكو. يعني هذه المرأة يعني حتى ضبابيتها واختفائها يعني أكثر من 3 أشهر يعطي أسئلة كثيرة. لماذا التوقيت؟ هذا السؤال المهم والصعب على الإجابة، لماذا التوقيت الآن؟ أنا بتقديري التوقيت إعلان أنه اختطفت يأتي بعد سلسلة النجاحات التي حققتها حكومة السيد السوداني، نجاحات تعدت المفاهيم التي كانت يمكن أن تتصور من باقي الدول وخاصة إسرائيل. قضية ثانية يجب أن نركز عليها في هذه القضية كذلك، إن هذه المرأة هي ليست كباحثة كما يروج، وليست أصلا هي تعمل في هذا المجال البحثي، هي مجندة كانت تعمل في الجيش الإسرائيلي، هي كانت لديها كثير من الزيارات وكانت لديها كثير من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين. يعني أن اليوم دخولها للعراق وهذه العتمة كان واضحا جدا بيان الحكومة العراقية أن لا تعليق إلا بعد يعني أن تكون هنالك إجراءات وتحقيقات عالية المستوى تحصل الآن لأن تعطي لدينا دلائل. ما يغيظ إسرائيل حقيقة أنها تريد يعني حقيقة أن تبعثر الأوراق ويعني هروب إلى الأمام بعد الفضائح التي حصلت في إسرائيل وبعد النكسات والويلات لإسرائيل في مدينة جنين ونابلس الأخيرة. أعتقد هو يريد غض النظر عن هذه الأمور بأنه هذه المواطنة الإسرائيلية هي في بغداد ويجب أن ووجه أصابع الاتهام إلى فصيل معين، وهذا الفصيل لو كان لديه أي معلومة لافتخر بها لأنه ليس من القريب والبعيد أن يمكن أن يخشى
في هذه القضية. لذلك أعتقد أن الحكومة قد واجهت هذا بالدليل القاطع وقالت إننا في طور البحث والتقصي عن هذه الامرأة، ويمكن في قوادم من الأيام أن نسمع يعني نتاج هذا البحث الذي حصل. دكتور هاشم أحمد، تورط الحكومة السابقة في تزايد النشاط المخابراتي في العراق، فما يصدر من مراكز الأبحاث بالتأكيد يبعث بمؤشرات أن المدة السابقة بنشاطاتها الاحتجاجية واضطراباتها كانت تمثل أوقات ذهبية لهذه الجماعات المخابراتية، فضلا عن تغافل الحكومة وقت ذاك لتلك النداءات. نعم، لعله أو أجلى وأوضح حالات التغلغل التجسسي أو حتى الاستخبارات التخريبي اتضح فيما بعد بما جرى في تظاهرات ما يسمى بتظاهرات تشرين، وهذه التي هي اليوم مدار البحث والتساؤل التي ذكرها مكتب نتنياهو كانت تتجول وكانت تتصل بما يسمون البعض من الناشطين سواء كان بعلمهم أو دون علمهم لتحريكهم لمسارات معينة. وشاهدنا بأن ما جرى في التظاهرات من أعمال هي لا تمت للاحتجاج وللتظاهر، أنا أتحدث عن حالات التخريب المتعمد، حالات الحرق، نصف شارع رشيد دمر وهو شارع أثري له أهميته، أيضا المظاهر اللا أخلاقية التي تستهدف القيم ظهرت، لا نتحدث عن الحالات البسيطة العفوية وإنما حالات ممنهجة كان واضح أن هنالك أصابع تديرها، البعض من الأصابع خارجية كانت معروفة ومعلنة، بعض الأصابع كانت داخلية، والكثير من الشخصيات، وهنا كان التساؤل الذي يطرح، ما علاقة شخصيات بجنسيات أخرى متواجدة بأي ذريعة في العراق أن تتجول في وسط المتظاهرين وتحركهم وتقدم لهم مخططات وتوجيهات وأحيانا دعم كثير وعلني إلا وأن يكون هذا بأجندة معينة. هذا تقع المسؤولية على الحكومة السابقة، وأتحدث تحديدا بما يتعلق بالنشاط التجسس الخارجي هو مسؤولية جهاز المخابرات الذي من الواضح جدا أنه بإدارته السابقة في فترة الكاظمي كرئيس للمخابرات وأيضا بعد ذلك عندما كان رئيسا لفترة طويلة ورئيسا للوزراء، رئيسا لجهاز المخابرات ورئيسا للوزراء، كان هنالك واضح خلل كبير، تقصير كبير، أو أن هنالك إرادة تريد أن تجعل من هؤلاء الذين يعملون بالعنوان التجسسي يعملون بحرية كاملة، بل لعل إشارات التطمين لعملهم كانت تطردهم، ولهذا كانوا يتحركون دون غطاء حتى لا يحاولوا أن يغطوا هذا الأمر. ولهذا نجد الكثير من الشخصيات التي هي بعد ذلك عرفنا بأنها إسرائيلية أو حتى شخصيات أمريكية أو من جنسيات أخرى كانت تتحرك وتنشر ما تقوم به بشكل يومي، وهذا الأمر لا يتم إلا بعد استحصالها التطمينات لحركتها، فبالتالي كانت تقصير واضح جدا. الآن لا زالت هذه الحالة التي ظهرت فيها الكثير من الغموض، لا زالت الجهة لم تعلن أي جهة بأنها هي من قامت بهذه العملية. الأمر الآخر لا زالت المعلومات وإن كان ما صرح به الإسرائيليون يشير إلى دور تجسسي وإلا ما كانوا تبنوا هذه التي هي اليوم نتحدث عنها لا يتبنوها ولم يعلنوا عنها، ولكن هذا يشير إلى أمر آخر وهو مسؤولية أساسية، أنه هل هذه الحالات التي اكتشفت أو التي أعلنت حتى وإن كان بعد حين، هل هي هذه فقط الحالات أم أن هنالك حالات أخرى كثيرة تحتاج إلى المتابعة؟ هذا العمل المفتوح والتواجد المفتوح هذا لا يوجد في أي بلد في العالم، تواجد الأجانب في أي مكان، تواجد الإقامة، أنا لا أتحدث عن سواح، أنا هنا أتحدث عن
عن من يأتي بإقامة وعن من يتجول دكتور. وعن من يدخل مؤسسات ويتصل بشخصيات ويعمل على على المعلومة أخذ المعلومة أو رسم تحركات هؤلاء كلهم. في هذه الأيام يغيرون بأن قوم العراق هاشم إذا سمحت لي المقاطعة وفق ما تتحدث أنه هذه المعلومة أستاذ نبيل يعني أصبح اليوم الأمن المعلوماتي أو الأمن السيبراني هو من أولى الأولويات في أكثر البلدان، ونتحدث هنا عن العراق لما يكون هنالك أو تكون إجراءات حكومية في إعادة الهيكلة اللي جرت المؤسسات الأمنية. هل هذه التغييرات راح تسد ثغرات الأمن السابقة خاصة مع الثوب الجديد في الحرب على العراق وربما هو النافذة أيضا على بلدان المنطقة؟ لا، هو أكيد أن ما حصل يعني اليوم على الحكومة أن ترى بأن هذه القضية هي قضية أمن وطني، ولا يسمح حتى السيد السوداني بأنصاف حلول. هذه الأمور قد حركت الكثير من القضايا التي كانت تراكدة نوعا ما من قضايا البحث الأمني، قضايا الاستخبارات، قضايا الأمن العام، قضايا دخول اللي أكد عليها دكتور هاشم الكندي دخول السواح. هذه القضية يجب أن يعني تؤطر بقضايا أمنية، يعني أي دولة حينما يدخل أي زائر يعرفون حتى السي في مالته ليش رايح، وين رايح، وين جاي. هاي قضية جدا مهمة. اليوم الباب مفتوح للجميع، وما يزيد هذه الدول أن تتدخل في العراق وبشؤونه وأن تنقل الأخبار. صحيح طبعا هو اليوم جواسيس الأسماء الأجسام عفوا لن يعني مو مثل قبل، احنا ذا نحكي بالسبعينات والستينات وحتى بالثمانينات اتغيرت النمطية. اليوم اكو عولمة، اليوم اكو برنامج باليوتيوب ياخذ 30 مليون مشاهدة. هذا لا يعني اننا نقلل من عملية المنظور الداخلي والمراقبة الحقيقية على كل زائر، وخاصة الذي يأتي بضمن وعنوان انه سائح. هذه قضية جدا مهمة. اليوم القيادات الأمنية في طور التعديل، هنالك تعديلات كثيرة حسب ما فهمنا ستكون في الأيام المقبلة. هذه القضية سوف لن تمر مرور الكرام، يعني جاسوسة إسرائيلية تتجول وتتنقل وتذهب إلى وتخرج وتأتي. هذه القضية هي ليست قضية عادية، إنما قضية عبثية. واضح جدا كان المخطط كبير جدا. هذا المخطط العالمي الأمريكي الإسرائيلي كان قبله كثير من الإرهاب وأجيال الإرهاب، وأخير شيء إجا داعش، وكان يخطط لأن يبقى داعش لثلاثين أو أربعين سنة. لذلك أعتقد أن اليوم ما يقلق الأمريكان والإسرائيليين هي وحدة المجتمع العراقي، ولذلك لاحظ منظمات المجتمع المدني التي دخلت مع المظاهرات وبأسماء أخرى، وكانت هنالك الكثير من المثالب التي سجلت. لذلك أعتقد أن على الحكومة يعني وهذا واجب الحكومة أن تكون هنالك حادة في هذه القضية وأن تكون جدية حقيقية في مراعاة هذه القضية، لأن لا يمكن حقيقة السكوت على هذه الأمور التي تحصل. قضية بسيطة جدا يجب أن نشير لها، بأن ما حدث أنا بتصوري وتقديري هو أراد أن يعني يروج إلى يعني نتنياهو بأنه لا زال يمسك بأدواته ولا زال يسيطر على الكثير من الأمور. يعني أنا أعتقد لا، هذه القضية واضحة جدا بأنه اليوم يلعب بالوقت الضائع، وأصبحت القضية مفتوحة وغير جدلية حتى في الشارع الإسرائيلي. وبالتالي نعتقد أن يعني كما أسلفنا أنه ستكون هنالك مراجعة لكثير من هذه المخرجات خلال قوادم الأيام، ونعرف هذه المرأة هي مختطفة، هل هي موجودة غير موجودة مفقودة، وبالتالي يمكن يعني الأوراق ستكشف يعني خلال قوادم الأيام. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نبيل العزاوي المحلل السياسي لهذه الإثراءات، والشكر الموفور لحضرتك الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبل الدراسات، ضيوفا كريما شرفتونا إلى الاستوديو، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.